مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بالناس اللي تبع فينا. فرحان برشا اني باش نشوفكم ونلقاكم. انا فارس خياري على قناة نسمة جديدة، برنامج جديد، فكرة حصرية، فكرة لأول مرة في تونس. الفكرة هذه اخترنا لها أولاد غدوة. شكونهم أولاد غدوة؟ أولاد غدوة هو جيل اللي نجم يحقق حاجات حرنا فيها نحن البارح. أولاد غدوة هما التحدي، هما الأفكار. أولاد غدوة هما الصغيرات اللي يغزروا لتونس بعين أخرى، تونس الخلاقة، تونس المبدعة. وهلا وليدات الكل اختارت أنه جمعية غران دونتربرونور، الجمعية هذه اللي تأطرهم وتأمن بهم وإن شاء الله تحقق لهم حلمتهم. الجمعية هذه ما نطولش عليكم باش نفهموا ونتعرفوا على أهدافها، نمشي في التقرير هذا. غران دونتربرونور تأسست في 2018 بهدف توفير برامج في ريادة الأعمال في العلوم وفي التكنولوجيا للصغار اللي عمرهم ما بين 8 و 16 سنة. مهمتنا إنه نكتشفوا مواهب صغارنا ونوفر لهم كل الأدوات باش يطوروها ويمشيوا بعيد بأحلامهم ومشاريعهم. هذا الكل يصير في انفيرونمون يعزز الثقة في النفس ويرتكز على قواعد التربية الإيجابية والبيداغوجيات الحديثة. اليوم باش تشوفوا معنا ثمار الاستثمار الحقيقي واللي هو أهم استثمار في أولاد غدوة. كما كنا نشوفوا في الVTR غران دونتربرونور، الجمعيه هذه لانجاجمون مع الصغيرات، سورتو الخدمه اللي قاعده تصير. وتنزيدوا نتعرفوا في حلقاتنا الاخرين على جمعيه غران دونتربرونور. كل مره باش يكون بحذنا صغير اللي قدم المشروع نتاعو يحكي حكايه، والحكايه هذه باش نسمعوها مش وحدي، معايا لي مونبر دو جوري، من احسن لي مونبر دو جوري اللي باش يعاونوا الصغار يسمعوهم ويوجهوهم ويعطيوهم لي بون كونساي. فرحان برشا انهم يكونوا حاضرين معنا، مرحبا بكم، نورتونا ان شاء الله نكونوا حاضرين كلنا مع بعضنا للتشالنج هذايا. مرحبا سي لطفي الجيبسي، مرحبا بيك. مرحبا فارس، وانا جيت لهنا نجري ظهر قلق اي سورتو حاضر روحك، خاطر عندك برشا حكايات وعندك صغيرات يعملوا 66 كيف. ساره لامين مرحبا، عايشك ميرسي تري بيان. شنو ساره حسيتك اللي انت موتيفي برشا؟ والله فرحانه برشا، بالحق فرحانه برشا، خاطر نو غرين دونتربرونور وليد غدوة نعطيهم باللي نجموا. اكزاكتومون سارة، دونك انت خبيرة في التسويق الرقمي، هذاك علاش معاملين عليك باش تعطيهم لو ماكسيموم كيفاش يبيعوا، كيفاش يطوروا الزيرو، وسورتو كيفاش يقويوا في الماركتينغ نتاعهم ديجيتال. دونك هذوما الكل نخليهم عليك، المهمة هذه عندك. حاضرين يا سيدي. سي انيس قلال مرحبا، فرحان برشا موجود معنا، موجود في ولاد غدوة. شنو تقول لهم ولاد غدوة؟ نقول لهم ساعة أنتم كي وصلتوا لهنا اشتر الخدمة تخد وإن شاء الله نجموا نعاونوه، واللي يبني مع تجيل جديد راهو يبنيها على بكري. دونك هذا إيميسيون مهمة برشا كي نشوفوا المستقبل تونس، إن شاء الله نجموا نعاونوهم. أوتوكا معكم أنتم وبحكاياتهم هما، أكيد أنهم الصغيرات هذوما اللي كنا نستناو فيهم على خاطر يغزروا لتونس بعين أخرى. نحن حاضرين أكيد، لي مومبر دو جوري زادا حاضرين، أنتوما اللي تتفرجوا فينا زادا سيغتالمون حاضرين باش نستقبلوا أول كانديدا معنا في حلقة أولاد غدوة. نستقبلوا مع بعضنا بلال الجواتي. قلت لك تو كي نبدا. مرتاح؟ واضح. عسلامة، أنا بلال الجواتي، عمري 17 سنة. ونقرا باك في ليسي بيلوت بورقيبة. عسلامة. أهلا وسهلا سي بلال. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله. في فورمة؟ لاباس. شوف فما فاليزة هنا، وين قصد ربي إن شاء الله؟ هاو باش نولي عن قريب رائد أعمال، باش نولي ندور العالم كل. إن شاء الله، إحنا هنا باش نحاولوا نعاونوك باللي نجموا، متحمسين باش نشوفوا الفكرة نتاعك ونسألوك شوية سؤالات. قواعد اللعبة سهلة، عندك أربع دقائق، باش نشد لك الحساب هنا،
يقعد لك دقيقه بركه نعمل لك سيني صغير وان شاء الله تكمل في الوقت وتورينا المشروع اللي كنت تخدم عليه. واضح. حاضرين؟ ايه. يلا 3 2 1 نبدا. الديكوراسيون هذيا تنجموا تفهموا اللي الموضوع نتاعنا اليوم يخص السفر. مانيش باش نحكيو على الطيارات اللي يجيو مؤخر، مانيش باش نحكيو على البي الغاليين، اما اليوم في اللي جيتي قادرين يفسروا لكم المشاكل اللي يتعرضوا لهم المسافرين في كل مره يسافروا. المشاكل هذوما يخصوا برشا عباد، منهم سي سامي اللي كل ما يسافر لازم تسرق له حاجه من فليجته. المسافره رقم 2 اللي هي مريم، مشاكلها ديما تبدا من تونس، كيما تشوفوا تبدا تكدس في الحوايج فوق بعضهم لين الفليجه ما عادش تتسكر. احمد نجم يلعب لعبه للفليجه ونجم يسكرها، اما ما نجمش يخرج من مشكله سوخبوا خاطر طمع انه يقيس بالميزان، اما اول ما وصل المطار رصت له خلص في اكثر فلوس. وفي الاخر بالكل ياسمين اللي مشيت في فليجتها لابس عليها، اول ما وصلت في المطار تلقاها مدقدقه وحالتها حليله. وهوني منين جات فكره البروجي نتاعي. عسلامة نسكل، انا بلال اي جو سوي لو فونداتور دو بروجي سمارت بوك. دونك اول حاجه باش نخدموا عليها في الفليجه الذكيه نتاعنا اللي هي لا ماتير، باش نخدموا بالبولي بروبيلين اللي هو بلاستيك انتي شوك. حاجه اخرى باش نطوروا في السيستم دو سيكوريتي، قررنا ان نردوه بالسيكوريتي باغ امبرانت ديجيتال او يسمى بالبصمه ولا الفيس اي دي. حبينا نحلوا اكثر مشاكل وعملنا لا ميزور دو لا ماس باش هكاك اي مسافر ينجم يعرف الميزان نتاع حوايجه من قبل ما يخرج من داره. حاجه اخرى باش يربح اكثر بلاصه، فما دي ساك دو كومبريس دو فوليوم كيما تشوف يربحوا اكثر بلاصه. باش نحلوا المشكله نتاع سي سامي زدنا ان كابتور دو لوكاليزاسيون، دونك كان خفت ولقيت روحك في ريسك تنجم توكور تحل ابليكاسيون تمشي للماب وتشوف في ليشتك وانت متمال، وكان تحلت باغ ان انديفيدو باش تبعث لك سينيال. فاليز اللي الحقيقه في الماركتينغ احنا نقولوا البروجي كان ما تعرفش تبيعه روحك راك ماكش باش تنجم تبيعه، معناتها اول كليون لازمك تكون انت. انا اليوم كريت البروجي حسيت سي ان بوزوان نتاع الناس الكل بين بوينت. دونك كي نشوفوا الفليجه نتاعنا كيفاه غيالمون باش تتباع، هوني باش نخليو الفرصه للمسافر انه يكومبوزي الفليجه كيما هو يحب ويشتا، باش يختار لي ديمونسيون، يختار اللون، يختار الديزاين ولا فونكسيوناليتي، يختار جوست الحاجات اللي تلبي الطلب نتاعو. كان انت عندك ديجا فليجه ما تحبش تخسر اكثر فلوس، جيب لنا الفليجه نتاعك للمعمل ونركبوا لك لي فونكسيوناليتي اللي تحب عليهم انت. البروجي نتاع بلال بالنسبه لي انا سي ان ريال بروجي، معناها بروجي صحيح نتاع اندستري. توا تنجموا تشوفوا البروتوتيب نتاع لابليكاسيون نتاعي، غاديكا لي بروميير ايتاب هوني بور سو كونيكتي سانسكريغ، مثلا غاديكا بور كونيكتي فوتخ فاليز، الفيس اي دي باش يكون من التليفون، والواب كيف كيف باش يكون من التليفون. بالنسبه للمنافسين نتاعي ما لقيت حتى منافس في تونس، دونك انا والحمد لله لو مونوبول نتاع المارشي التونسي، اما لبرا لقيت برشا من بينهم بلو سمارت، وهوني وين ظهرت الفالور اجوتي نتاعي، دونك بلو سمارت باش تبيع لك الباك حاضر كيما هو، اوغ كو انا باش نحاول جافي تريتي كا باغ كا، دونك ماكش مطالب تشري باك حاضر كيما هو. دونك كي جينا نشوفوا في المارشي نتاع الفليجات الذكيه، لقيناه اللي وصل ل 1.06 مليار دولار في 2020. وقاعد يطلع بشوي بشوية وباش يوصل 4.91 مليار 2028. الحق قبل ما نبدا نصور الكل كان عندي شوية ستريس اللي تنحى دوب ما دخلت البلاتو، حضرت لها الحق برشا برشا، تعبت فيها برشا على الاخر، وزاد باش نجمت نخدم على البريزونتاسيون وتكون باهية. التسويق نتاع الفليجة نتاعنا باش يكون عبر ثلاثة طرق، أول حاجة الإيميل ماركتينغ، دونك باش نبعثوا فورم للزيتيليزاتور وناخذوا رايهم، حاجه ثانيه اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي كيف فيسبوك وانستغرام، وفي الاخر بالكل الطريقه التقليديه اللي هما التلفاز والراديو. دونك كيما تشوفوا توا تنجموا تشوفوا ريكاب على اللي خدمته العوام اللي فاتوا، دونك فرحان برشا اني في مارس 2024 لقيت ان انفستيسور اللي انتريسي بالبروجي نتاعي ويعاوني باش نخدمه، وعملت معاه اول ريونيون، عملت ليتود فينونسيير اي تكنيك في جويلي 2024، في اوت 2024 نجمت نحضر البروتوتيب اللي تشوفوا فيه هوني قدامكم، وان شاء الله في اخر 24 نجم نحضر لو بروميير اكزومبلير. دونك ليكيب دو سو بروجي ورا المشروع هذا الكل، جو مي بريزونت، انا بلال جاويدي، عمري 17 سنه، نقرا باك في ليسي بيلوت بورقيبه، بيانيست اي جو سوي اوسي دويب نوفيل تكنولوجي. معايا توا في ليكيب مسيو طاهر عثمان اللي هو انجينيور وعاوني باش نخدم البروتوتيب نتاعي هذا الكل. ختام مسك لي بوزوان، دونك باش نقسموا لي بوزوان لزوز حاجات، فينونسي اي هومان. الفينونسي حاجتي ب 12 000 دينار بور لو ديفلوبمون باش نعمل ابليكاسيون سيت ويب مربوطين الفليجه، وفي الاخر بالكل الهومان حاجتي ب دي تكنيسيان و دي انفورماتيسيان باش نجم الخيوط هذا من الكل ما عادش نشوفوهم ونشوفوهم جست في كارت صغيره. ميرسي بور فوتخ اتونسيون، وكان عندكم اسئله انا حاضر لاي سؤال. صحه. برافو.
بليل تحسه انتربرونور حاضر، معناها البروتوتيب قدم فيه بالكدا، المستثمرين حكى معاهم، البزنس نتاعو فاهم وعارف لي كونكورون، عنده حاجه اللي وراها الديمو نتاعها وفاهم شو ما الحاجات لازم يحسنهم. بليل ايش قولكم؟ انا تو والله انا مش مصدق انا ما شاء الله مش معقول تو هي ولاد غدوه تجي حاضر ولاد اليوم انت حطوك في عندكش فكره على السوم اللي باش تحب تبيع به الفليجه باه دونك انا اول حاجه حسبت لي كوم تاع البروتوتيب لقيته يتكلف لي 700 دينار اما هوني حطيت لي فونكسيوناليتي الكل خدمت عليها اما مستقبلا فيك باش تولي بيرسوناليزي دونك سولون القدره الشرائيه نتاع كل مستعمل ينجم يكومبوزي الفليجه نتاعو كيما يحبها دونك السوم مازال ما عندناش ما نجموش نشريو اليوم لي تنجموا باه توا اللي سمعت وسمعت برشا تكنولوجيا سمعت جي بي اس سمعت هاو سيكوريتي سمعت ابليكاسيون موبيل فما برشا دي كومبوزونت اللي هما تابعين تكنولوجيا هذوما علاش اخترتهم هما ما اخترتش غيرهم مثلا انا نعرف فما فليجه اللي هي تنجم تقعد عليها وتولي الكتريك تمشي بيك هي مش انت تدزها علاش اخترت هذوما مش حاجات اخرى باه انا حاولت من الاول بالكل الراعي نتصور اكثر المشاكل اللي تعرضهم العباد معناها شفت كل لقيت اكثر حاجات هما هذو ديجا خمنت فيها انا نتاعك الفليجه تقعد عليه وتابعك مي ما لقيتهاش توا معناها بروبليم كبير برشا اللي الناس تعانيو منه دونك نبداو نخدموا من هذا نعملوا لو بروميير معناها برودوي ومن بعد مستقبلا نجمو نطوروا جيبوا لي الكارنيت شيك انا عندي نجم نعملوا ترى ايه بيان سور نشوفوا الفليجه ايه. ايه مش تقعد هكاك هكا ولا بليل ايه ديجا قلت معناها باش تولي جوست كارت صغيره فيها كل شيء دونك هذه هي لومبرانت ديجيتال اللي باش هوني لاليمونتاسيون ديجا تو عامل باور بانك هاي نشوف هذه هي الجي بي اس اللي باش يبعث لك الكوردوني ديجا مثلا بكري تستيتها هاكا هاي نسمة هيز يور باكس لوكيشن وتبعث لك بالضبط الكوردوني هذوما لي كابتور اللي اول ما باش يتسكروا هكا باش يبعثوا سينيال لوتيليزاتور يقول له راه فليجتك تحلت وما زالت الفيس دي اللي مازال جست ديفلوبي ونكمل انتجري في الفليجه نتاعي. توا كان الفيس اي دي والامبرانت لا قدر الله ما خدموش كيفاش نحل الفليجه؟ كيما في تليفونك كان الامبرانت مش باسورد؟ اكزاكتومون دونك كان كيما في تليفونك كان معناها تبلوكا بالوجه وكل جست تحط لو كود دو فيريفيكاسيون ويتحل لاباس عليه. لازمو شويه تكنولوجي كونسونتري ريدويت معناها ما نجمش يهز فليجه وفيها برشا الكترونيك اكسترا لانه ما نجمش يشق الديوانه والديوانات نتاع البلدان الكل مختلفين اكسترا بار كونتر لو كان يردوا مينياتوري معناها مينياتوريزي سامحني معناها يولي حجمه صغير ينجم يعمل به ان ديل مع كل اللي كل شركه تصنع لي فاليز هو الحقيقه حاجه تعمل 66 كيف ديجا لا بريزونطاسيون برافو دخول بقوه بدينا بيك استفتحنا بيك البرنامج اللي نشوف فما ان تشالنج كبير نتاع كيفاش توصل تخرج وحكينا على السوم نتاعها في السوم نتاع شكون النوع نتاع العباد اللي مستعد يخلصهم واللي عنده الفلوس تاع الحاجه هذه ويذولي كي شفت التكنولوجيا تاخذ باسباس كبير زاد باش تصغرها فما ان تشالنج تكنولوجيك اما عندنا المخاخ نتصور كان تبني ليكيب صحيحه هذه مهم ياسر انك تلقى العباد اللي مأمنين بالفكره واللي نجموا يبنيوا معاك البرودوي وانت قلت راهو في تونس ما فماش دي كونكورون ان شاء الله تفيز انك الكونكورون نتاعك هو اللي البر مش كان تونس تحاول من الاول تخمم في الاكسبانسيون نتاعك فنتمنى لك معناها بون كوراج وفرانشمان حاجه شفتك حكيت على مستثمر حكيت على بروتوتيب حكيت على ايكيب المؤهلات الكل موجوده اي اما يظهر لي الفلوس اللي طلبها شويه هكا ولي بليل معناتها احنا طلبنا 12 مليون تو شنو باش نعملوا بهم هذوما جوست نعملوا ديفلوبمون تاع لابليكاسيون موبيل وسيت ويب دونك لابليكاسيون موبيل باش تكون مربوطه للتليفون باش مثلا كيما لي اوبسيون كيما الفيس اي دي واللوكاليزاسيون والباقي باش نعملوا به سيت ويب خاطر قلت باش تكومبوزي الفليجه نتاعك دونك في اليوزر اكسبيرينس تختار التايل اللي تحب عليه تختار اللون كان تحب تزيد حاجه وتختار لي فونكسيوناليتي كيما تحب انت للتسويق بليل نتصور نستحقوا اكثر بياسر فلوس وما نتصورش اللي الايميل باش يجيب لنا برشا معناتها المارشي اليوم باش يسمعوك باش يعرفوك ساشان كو انت ماركه جديده نستحقوا اكثر فيزيبيليتي انت قاعده تحب تبيع انا نحب نبيع له نحب ندخل نحب نفسر له اللي الفكره قويه برشا ونسميه احنا توتال ادريسبل ماركت كبير ياسر على خاطر احنا نسافروا ديما ومانيش نراو المشكله هذه ويغلطوا في فليجات بعضهم وساعات فليجه فيها دواء تصير فيها مشكله انا بيرسونيلمون عشتها الحكايه هذه
تبقى لازمنا فلوس، لازمنا اكثر فلوس، واحنا باش نعاونوك في الحكايه دي. 12 مليون ما يكفيوهاش راهو. هي مغلويه. عبد اللي حسيته صعيب شويه بركه، مدام ساره حسيتها ركزت اكثر على الدومين نتاعها، على التسويق وكل كيف باش يصير، اما الحمد لله يا ربي نجمت نجاوب عليهم ونسأله الكل وما غلبتني حتى سؤال. نصيحه اخيره كيف 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 تتعدى الميسيون باش تشوفوها برشا عباد الحكايه هذيا، حاول يكون عندك سيت ويب وفورمولير وين العباد تقول راني كي تحضر نحب نشريها، بالكش نجيبوا لك اول 1000 كليون ان شاء الله. علاش لا؟ بالكش هما يجي تبيعها بالمسبق، فما دي بلاتفورم اللي ينجموا العباد يقول لك عجبتني الفكره بريسيت. نسبق لك الفلوس ديكو تحضر اعطيني السلعه نتاعي ونسوي برشا عباد يشجعوها من توا. وي وش بيك جيتنا بعد ما لقيت انفستيسور؟ علاش ما قلتنيش لي نحن الاولاني؟ اي ديجا توا هي باش تعمل لي التسييق، تفاهم انا وياها على التسييق والديفلوبمون يبقى. ديفلوبمون تنجم تعمل عليه على ذمتك في التكنولوجي هاردوير اي سوفت وير. فما حاجه بلي لازمك تقرا لها حسابها، اللي اليوم الشركات اللي فيهم برشا تكنولوجيا ايديالمون نقولوا احنا من المستحسن انك تبدا باش تقنع لي زانفستيسور وعندك واحد من لي زاسوسي نتاعك يفهم في التكنولوجيا. بليل يعطيك الصحه، انا الحقيقه يسحق تسفيقه حاجه تعمل سيتوسين كيف توا باش نحكيو جوري ما بين بعضنا، دونك تفضل بحذانا وبون كوراج خاطر فريمون فرانشمون حاجه تعمل سيتوسين كيف وانا كليون احسن. لي كيستيون تاع لي جوري ما كانوش صعاب برشا، نجمت نجاوب عليهم، نجمت نوصل الفكره نتاع المشروع نتاعي وان شاء الله نكون نجمت معناها قنعت بها بالباهي. جيتي امبرسيوني اللي في 4 مينوت بليل الى سو كوفرير كل شيء، ما غلط في حتى كلمه، ما فماش تراك. بليل بور موا ايتي معناتها سور تو لي نيفو اكسيلون. Il a le profil d'entrepreneur. Il a l'ossature de l'entrepreneur. Comme vous voyez, c'est le candidat Bilal Jawedi. Vous avez comme dit où est-ce que vous avez fait? Nous avons fait des questions. Nous avons fait des questions. Nous avons fait des produits. Il a assuré. Nous avons fait des questions. Nous avons fait des questions. Très bien. En tout cas, Inch'Allah, Bilal Jawedi, le premier candidat. Le deuxième candidat, شنو عندكم علاقه بالصور المتحركه؟ شكون مغروم باللي بي دي؟ والله لتوا نتفرج في الصور المتحركه باش نقصوا لي ستريس ونتفكر صغري وجو مو ديكونيكت دو موند. اي سورتو كي يبداو الصور المتحركه بالدارجه التونسيه، اللي حاجه مش سهله. حسرة قرينه الشلويش انا نذكره انا شبيح شبيح. تبارك الله. دونك شفتوا لي مومبر دو جوري عندهم برشا دي سوفونير. هذا باش نمشيو للعالم، عالم طفله اللي تحلم باللي بي دي باللغه الدارجه، دونك زينب بوزويته اللي هي لا دوزيام كانديدات باش تكون معنا في اولاد غدوه. احسن واحد عشان مين؟ تحب تعمل لي مشكله انت. عسلمة، انا اسمي زينب بوزويته. بعتاشن سنة دخلت التروزيام اني مات، والبروجي متاعي هو مؤسسة تصميم أشرطة مصورة تونسية بالتونسي للتوانسة. عسلامة. عسلامة. مرحبا بك يا زين. عايشك. احنا نستناو فيك، كنا في بروجي تكنولوجيك وتوا حسينا اللي فما بروجي تونسي 100%. توا باش نعملوا غوتور للأوراق. غوتور للأوراق. غوتور سورس كيما يقولوا. غوتور للاصل. البروجي نتاعك الحقيقه حكينا فيها احنا ديجا من قبل ما تجينا، وقلنا اللي سي ان بروجي اللي باش يحرك لنا حاجه فينا صغرنا، البون ديسيني، الخرافات، وسورتو منك انت. دونك احنا توا نستناو فيك باش نسمعوا الحكايه وعلاش اخترت البروجي هذا. تبقى عندك 4 دقائق، لازمك تحترم الوقت. دونك باش نبدا توا، نبدا الكرونو، وكي تجي توفى دقيقه الاخرى نعمل لك هكا، ما لازمكش تفوت. الانديكاتور بتاع الوقت راه مهم يا سيدي. اوكي؟ علي 1 2 3 كومونس. عسلامة ومرحبا بكم. حبيت نسألكم سؤال. أنتوما شنو تختاروا ما بين هذيا ولا التابلو اللي من الغادي؟ نتصور أغلبيتكم باش يختاروا التصويرة، وعندهم ألف حق، خاطر التصويرة تسوى 1000 كلمة. أما زادة التصويرة تغزر لها مرة واثنين وثلاثة وتعجبك. أما تقلق منها. ترى ما تكفيش، ما فيهاش حكايه. مالا شنو هي الحل؟ تقرا هذاك الكل، هاو يجي كتاب.
في بالكم اللي 81% من التوانسة ما يقراو حتى كتاب في العام؟ معناها 19% كهو يقراو، وهذا ما يقراو كان 58% من الكتاب يقفوا في شطره ما يكملوهش. أنا الشيء هذا راه مشكلة، أما المشكلة تجمت ولي فرصة باش نلقى لها الحل. عاد قلت لروحي أنا نصور وتصويري ماهوش دوني، قداش من حكاية رسمتها في تصويرة، أما تصويرة وحدها ما تكفيش كما قلنا، زني نطقها. كيفاش نطقها؟ رد الشخصية تلف التصاور تحكي، وبالتونسي معليش التونسي، تونسي لغتي لهجتي يفهمني نفهمه يعبر عليا ونحس به، ونزيد نرد هكا تصاور مسترسلة. ومن هون جات فكرة عالم زيزو اللي هي مؤسسة تصميم أشرطة مصورة تونسية بالتونسي للتوانس. عالم زيزو متوجهة للبنات والأولاد اللي عمرهم بين 5 و18 سنة، سواء كانوا في تونس ولا من التوانسة اللي عايشين في الخارج، واللي يحلوا لكل ما هو منتوج تونسي والريحة البلاد. هذو باش نخصصلهم زوز مجلات، مجلة اللي عمرهم بين 5 و12 سنة، ومجلة اللي عمرهم بين 13 و18 عام. ولازمكم تعرفوا اللي هذم يفوتوا 2,800,000 تونسي، اما هذه مش اول مره تعمل قصص مصوره للتوانسه، خاطر قبل توجدوا مجلات كما عارفين وقوس قزح لكن كانوا بالعربيه، وبعد الثوره ظهروا مجلات كما لابسي 119 اللي متوجه اكثر للكهول، وتونسي ماج اللي صحيح للصغار اما بالعربيه وبالفرنسي. كنت صغيره كنت نسمع في الخرافات تحكي امي وماماتي، كنت نتفرج في الخرافات نتاع عبد العزيز العروي. وقتها زاد كبرت شوية بويا تغرم بالخرافات ولا حكاويتي، ومن هنا جت الفكرة إنه حطينا خرافتنا أنا في المجلة. المداخيل في عالم زيزو مش تكون أساساً من مبيعات المجلات، أما مش كان خد في مرحلة قادمة مش تكون فما التطبيقة فين القراء متاعنا يشاركونا في كتيبة الحكاية ويسرحوا معنا بخيالهم، وزاد باش يتم بعث منتوجات مقتبسة من أبطال حكايتنا كيما السبيدري. في أول وفي شوية تراك وشوية ستريس، من بعدها واحد يستنس درجة يفهم البلاتو كيفاش يفونكسيون، كيفاش يزمو يقف، كيفاش يزمو يتصرف، وفي الوقت اللي هما يقولوا ساتورن سافا تولي تركز جست على يزمك تعملو، ما عادش تلعب حتى شي آخر. دوك باش نجمو ننصيو المشروع هذايا لازمنا نبداو طبعا أول 1000 نسخة من مجلة عالم زيزو، واللي هي بعد دراسة شفنا اللي هي تسوى 7000 دينار، يعني 7 دينارات للنسخة، وذيك علاش خممنا أنه سوم المجلة تكون 15 دينار باش نحقوا مربوح بنسبة 53%. المشروع هذي بدي في 2021 وقت عملنا دراسات اللازمة باش ولا مشروع ما عادش فكرة، وبعدها حسنت وطورت من قدراتي في التصميم والتصوير، وخرجنا أول نموذج من مجلة الصغار في عالم زيزو. ساعتين النموذج. أي باش نعطيكم دوك خرجنا أول نموذج، وكرست الأربع سنين هذوكم باش نجمت لميت فلوس من مصروفي الخاص وشريت بهم تابلت جرافيك تخلي الخدمة متاعي بجودة أعلى وسرعة أكثر. حسيت روحي كان يلزمني نزرب روحي، وميم طون الكلام ما لقيتوش، فرد مرة يلزمني نخلط نزرب. أنا من بكري نحكي وما قدمتكمش روحي. أنا زينب وزيتا، عمري 17 سنة والفونداتريس نتاع عالم زيزو. بابو في الاخر ما خلطتش، فرق قعدت لي سلايد ما قلتهاش، اما سافا الجوري كانوا جونتي معايا وسالوني عليها هي اول سؤال. شنو البارتي اللي ما خلطتش تكملها؟ لي بوزوان، حبيت نقول لكم انا نسحق الفلوس. خليو السؤال نتاعنا الاول هو شنو ما لي بوزوان؟ شنو ما لي بوزوان؟ انا نسحق الشركاء مختصين ذوي خبره عندهم يامنوا بالمشروع وعندهم الحماس الكافي باش يعيشوا معنا المغامره الممتعه هذه. ميرسي. يعطيك الصحه، يعطيك الصحه زينب. الفكره واضحه. زينب فنانه، والفلوس والفن ما يمشوش برشا مع بعضهم، لكن المشروع محلول، معناها هي اليوم صغيره في عمرها وتنجم غدوه تعمل، معناها تنجم تحل المشروع متاعها للعالم الأجمع، لأنه في عالم الستارت اب حاجة مهمة هي اسمها لاسكيلابيليتي. يعطيك الصحة. شكرا. أهلا وسهلا. فما شخصيات معناها يتعاودوا في هذه المجلة اسمها نمو.
يعني شخصيتها الرئيسيه هي نمول النمله الصغيره اللي باش تبعو واللي عندنا لي باسكيت هذوك نتاعو سبيدري هذيك باش تبيع معنا في البروجي حاضر ديجا البروتوتيب عندي البروتوتيب هذايا ومازلنا باش نعملوا منتجات اخرين مقتبسه كيما عملت المريول نتاع عالم زيزو باش نعمل مريول نمول والمزور شفت لهنا موجودين المعالم الكل اللي في وسط تونس ستاتوي نتاع حنا بعل يعني تحس كاينه حاجه منك انت خارجه والتصوير نتاعك انت اي تصوير حاجه تعمل 66 كيلو دونك احنا عندنا كل شيء بالبيدي ومن بعد في الاخر نلقاو الحكايه مكتوبه كامله نلقاو حكايه اخرى اسمها خرفتنا انا خرفتنا انا تبدا خرافه من اولها لاخرها كيما خرافات عبد العزيز العربي قبل واخر مجله هي اسمع كلام كبيرك تبدا اخر أشاريت مصور سامحوني إيه؟ اسمع كلام كبيرك اللي تبدا قصه عاديه وتوفى بمثل شعبي تونسي هذي هو اللي حبيت عليا زين انا بيرسونيلمون كيف كيف حسيت روحي كور دو سيبل على خاطرني نحب التونسي والباتريمون نتاعنا عزيز عليا برشا معناتها اليوم كي نقعد مع لي غران مير نتاعنا ونسمع كلمه اللي انا ما نعرفهاش كيما مثلا تقول انت تقولها اسم الله عليك تقول لك يسمي عليك ربي وكذلك الكلام كي نسمع ونقول يا ربي باش يذاع علينا معناتها خاطر احنا مانيش قاعدين نعديو في لولادنا دونك بو موا سي ان باتريمون كولتوريل اي سي ان بروجي اللي باش يعاون تونس علاش على خاطر احنا اليوم نلقاو صغارنا ما نعرفش تشاركوني الراي ولا صغارنا يحكيو برشا بالفرنسي وفما حتى ساعات اللغه العربيه مش موجوده وساعات لي بروفير نتاعنا وكلامنا الحلو التونسي سيدي ولله وربي يخليك كلمنا التونسي معناتها صحيح هذا مانيش قادرين نعديو فيه لصغيراتنا نصاب نجم يتعدى لهنا هذا هو نجم يتعدى لهنا هذاك علاش انا الفكره هذه عجبتني برشا عندي سؤال صعيب شويه صعيب شوي توا قلنا 81% من التوانسه ما يقراوش حتى كتاب في العام شنو اللي باش يخليهم يقراو وعلاش باش يقراو هذا ما يقراوش حاجه اخرى كيفاش باش توصل لهم كيف تبدل لهم رايهم اغلبيه الوقت وقت تسال واحد علاش ما يقراش خاصه كي تسال واحد صغير يقول لك اللي هو جوستمون يقلق من الكلام برشا كلام من غير تصاور صعب عليه الفهم وزاده كيف بلغه مش مستانس بها دونك هذه باش تكون مجله فيها قصص مصوره دونك فما تصاور تجبد الصغير فيها الوان وزاده باش يكون الكلام بالدارجه الدارجه اللي يحكي بها كل يوم مع ابوه مع امه مع اصحابه هذيك علاش تولي تسهل عليه وتخليه يحب يقرا اكثر وتخدم حتى الكرياتيفيتي نتاع العبد على خاطر انت كي تشوف التصويره ولو انها هي سامبل معناتها يعطيك الصحه خاطر سي فري كو سي سامبل مي سا ريفليت اوزروني لي غريماس نتاعهم موجودين فما فرق بين ليتا هذا وليتا هذا دونك تخلي الصغير يسمع الكلمه ويتخيل لو بيرسوناج اي بالضبط باه عندي حاجه ما نعرفش نجم تجاوبني عليها ولا يا زين تو هذا البروجي نتاعي تونسي 100% واحنا نقولوا انت حطيت في البريزونطاسيون 2.8 مليون هذيك لا سيبل نتاعنا بوتونسييل سيبل البوتونسييل بين 5 و 18 سنه في تونس باه احنا لازم نزيدو لي بارون خاطر هما اللي باش يشريو هذه حاجه اما اليوم اسكو هذا ما يوقفلكش ا مومون ليميت نتاع البروجي نتاعك خاطر هو التونسي اكاهو ما يشريوها كان التوانسه فماش علاش لي مانغا بداو في اليابان بالياباني كاهو قعدوا ديما بعدها ترجموه بعد ترجموه دونك انت تنجم تترجم دونك المشروع جواب ممتاز قابل سكيلابيليتي فوالا جاوبت بس جواب ممتاز عندها ركيد عندها ركيد زينوبه عرفت تجاوب ان توت رابيديتي اي ان توت سبونتانيتي من غير ما حتى خمت معناتها فريمون جيتي تري سوربريز من لا رياكتيفيتي اي لانتيليجونس ايموسيونيل اللي عندها اللي قالت وي وإلا دوني ان اكزامبل نتاع المانغا اللي هما كي جينير دي بليون دو دولار على انترناسيونال اللي هي قالت وي اون سادابت ميم سي المارشي نتاعنا صغير الفاس كي لي سون بروجي الملاحظه نتاعي اليوم احنا في عالم من الرقمنه ولا عالم الالكترونيك ولا عالم النيميريزاسيون والديجيتال اكسيتيرا ما خممتش انه السوق يكون اوسع برشا واسهل لك انت من الورق يمكن هذه في البريزونطاسيون نتاع في تقديم نتاع المشروع نتاعك سي بارلون اما انت كان تعمل حاجه تعملها عالم زيزو على الايفون ما خممتش هذا انا ديجا في البريزونطاسيون قلت اللي في مرحله قادمه باش تكون فما تطبيقه باش تكون بارابونمون فين كل قارئ عنده ينجم يقرا البون ديسيني بالتطبيقه بالابونمون نتاعو وزيد فيها حاجه اخرى التطبيقه هذه
انه القارئ ينجم يبعث لنا ديريكتومون الفكره نتاعو للحلقه الجايه مثلا. ديك عليه قلت يساهموا معنا في كتابه الحكايه. انتراكتيفيتي معناتها مشاركه. تقسم معاه. اي يبدا عنوان كادو مثلا، تبدا عنوان اكسكلوزيفيتي الحلقه الجايه توصل اللي هو قبل. اما انت زينوبه ولا زيزو تحب؟ كيف كيف؟ باهي، انت شنو طالبه فلوس تو؟ فلوس فلوس، نحكيو فلوس. فلوس مازلت مانيش طالبه الفلوس، خاطر نحب ديجا نلقى اون ميزون ديديسيون نخدم معاهم. اوكي. و دي ريزيلتراتور رسامين يعاونوني باش نقدموا اكثر نسرعوا في البروسيس نتاع. باهي، انا نصيحتي ليك زينب، وقت اللي تخف قدام دي زانفستيسور ديما راهي الفلوس تعاونك، على خاطر حتى الميزون ديديسيون وقت اللي يكون انت عندك فلوس وتبدا عندك فيزيبيليتي، تبدا عندك عباد تتبع فيك، يبدا عندك ان بون سيت ويب، هو هذاك تقنو اكثر باش يدخل معك. مش كيما تجي اون بيرسون ولا اون مارك لاندا ما يعرفها حتى حد، كيما ديجا تكون عندك اون نوتوريتي. دونك الفلوس في الماركتينغ تعاونك ياسر بور كري لا نوتوريتي. واضح. برافو زين. انا نحب نشوف هذايا في دين الصغار الكل بصراحه. نعملوا ديليبيراسيون. شكرا، عايشك بالصحة. شكون باش يخلص 15000؟ هذا يولي التشالنج الكبير الاولاني. انا حسب رايي الطفله عندها ان بوتونسييل انورم دو كرياتيفيتي. والبوتونسييل هذايا ليكزومبل اللي عملته يمثل يمكن حاجه صغيره فيها. كان ثم شكون يكادريها ويعملها، معناها تدخل في ان بروجي كما قالت هي بوها، ينجم يزيد يعملها ان انكادرمون وتدخل في السكيلابيليتي، معناها باش هي وقت تعمل حاجه ثم ترجع فلوس فيزا. تنجم تكون ينجم يكون مشروع هايل وعنده اون خصوصيه. ما خيبها النقله من دار لدار، سورتو من الكري للكري. هلا بيك سالي. عسلامة ولدي، كيما وصيتك الحيوانات لا. اي كيما تفهمنا اللقطات سلك لير والقبال لحيوت لا. لحيوت زادة ما تخافش عليها. فهمنا فهمنا. كله على الشودير. شودير بربي يا سالي سامحني، شودير وقتها باش تبدل ان شاء الله. الدنيا مازالت سخونة، باش تعمل بها شودير. قالك مازال بكري، مازال الدنيا سخونة. باش تعرف أكثر معلومات على الكريدي إيموبيلي يو بي سي، تنجم تتصل بينا على 70 000 050. يعطيكم الصحة. فوالا هذه كانت لا دوزيام كانديدات، دوك زينب بوزويتا. با شنو رايكم جماعة الناس اللي تلوح الماكلة وتخلي الصحن معبي؟ يظل لي ما تخممش نهار شكون باش يجي يتفاهم معاهم في الموضوع هذايا. انا بيرسونيلمون نترشش برشا والحق حاجة ياسر تقلقني سورتو. انا ما نطولش عليكم، لو تخوازيام كانديدا هارون بالحاج نستقبلوه مع بعضنا. نبدا. أنا هارون بالحاج، عمري 11 سنة. نقرأ في مدرسة طريق سكر العوينة بس يجي. نحب باسكيت والغوبوتيك وناس فعل باتري. يزي عسلامة هارون. أهلا وسهلا. عسلامة عسلامة. اي سي هارون، اتوا لا بارول، عندك 4 مينوت ماكسيموم، دونك تنجم تبدا 1 2 3. عسلامة ناس الكل، اسمي هارون بالحاج، عمري 11 سنة. ملي انا صغير نحب برشا برشا الروبوتيك، هذاك علاش كنت وين ما ندخل مغازة تقريب في البلايص الكل نقعد نلوج على الكاميرا ولي كابتور. من الاول فما شوية ستريس، بعدها حسيت روحي مضغوط بالوقت، وبعدها تعديت سافا. مرة جيت شفرك تليفوني قالوا لي ستوب، أنا توش قايدوك في كلوب متاع روبوتيك تتعلم كيفاش تفرك وتركب. هذايا روبو مخشق أوكي يمشي، وهذايا روبو غولغ. هذايا الروبو اللي جيت نحكي لكم عليه اليوم. سيف إيد روبو كي كونترول الغاسبياج دو نوريتور دون لي زوتيل كي سانكسيون لي غاسبياج. البروبليم اني انا كي شفت برشا عبيد تاخذ ماكله فوق من طاقتها وبعد تخليها. بعد عملت ريشيرش على الانترنت، لقيت 1.3 مليار تريليار
نتاع التون قاعد يطيش كل عام في تونس، وفما 2.924 تريليار دينار قاعد يضيع كل عام في الغاسبياج. هذاك عليه جيتكم بالحل اليوم سيف ايت الغبولي باش ينقص من الغاسبياج نتاع الماكله في ليزوتيل ولا ريستوران، وباش يحمي شويه طبيعه من الغاسبياج. كيف باش تصير الحكايه؟ الكليون دوب ما يدخل الريستوران نتاع الاوتيل باش يلقى برشا ناس، باش يلقى برشا طواول، يختار منهم طاوله باش يلقى فوق الطاوله كيور كود يسكانيه. بعد ما يسكاني الكيور كود يمشي يهز الماكله اللي حاجته بها، بعد ما يكمل ياكل يعاود يسكان الكيور كود باش الغوبو يمشي يعمل دياغنوستيك بتاع الطاوله. في صوره ما يلقى غاسبياش يبعث ميساج للادمنستراسيون تاع الاوتيل باش يدفعوا في اون اموند على حسب الكيلوغرام والبورسنتاج اللي خليه. حقيقه قعدت كيف اللي في جي بالنسبه للحجم نتاعو والرؤيه نتاعو، الحجم نتاعو صغير والرؤيه نتاعو كبيره. الغبو معناها باش يكون في شكل خبزه على خاطر اكثر حاجه معناها قاعده تطيش في تونس. هذا الغبو اللي جبته لكم يستحق فيه دو موتور باش يتحرك، اردوينو بون اش باش ينجم يديتكتي لي بلا، يستحق كاميرا واردوينو. هذا البروتوتيب قاعد توا نقرا في الاي اي باش نعرف كيفاش نبروغرامي الكاميرا، وباش يكون في البروتوتيب المانيبيولاسيون اسهل مش يكون اوتونوم باش نتحكم به بالتليفون. فما ضغط نتاع بلوتوث، دونك الكارت بلوتوث ما خدمتش بالبي، ما كونكتيتش ومن بعد كونكتيت في الاخر بالكل. ب البروتوتيب يستحق باش نعملته هذايا يستحق 5000 دينار، دونك باش نجمت نعمل هذايا مع معناها لي كلوب اللي عملت فيهم يستحق 5000 دينار باش نجمت نعمل تو. نحاول اني نبيع دي روبو، وعلى كل روبو باش يتباع ب 10000 دينار، وباش يكون البروفيس معناها 100% خاطر انا الوحيد اللي في المارشي في تونس وفي العالم. عنده مشروع ماهوش الهدف نتاعو الفلوس فقط، هو الهدف نتاعو اقتصادي ويخلي الناس في معناها احنا نقولوا احنا لي زودي دي الاهداف المجتمع نتاعنا. سيغ 3 سنين قلت نحاول اني نبيع 10 روبوات باش نعرف روحي بالباهي. انا هارون بالحاج عمري 11 سنه 3 اني انتربرونيريا مع غراند انتربرونور 3 نيفو ان روبوتيك بروغراماسيون ميكانيك والكترونيك و سي اي او سيف ايت. ميرسي دو فوتر اتونسيون، وتوا نطمحوا ان نتعاملوا مع اوتيل باش نجربوا فيه الفكره نتاعنا. هو مازال 11 سنه ويحكي ديجا على الماضي اللي هو عاشه، وحقيقه مشروع نتاع ستارت اب باكمل معناها باللي زانغريديون نتاعها الكل. باهي انا ندبر لك اوتيل هيك ندبر لك اوتيل. والحاجه الثانيه انت تو بروغرام اون كيل لونغاج؟ بالاردوينو. داكور، معناها في البروتوتيب عملت بالاردوينو. وتوا تقرا في البايثون في الاي اي؟ ايه باش نجم نعرف كيفاش نبروغرامي الكاميرا. واو ثوازيام اني. شكون عندهم عمرك 10 سنين؟ اعطيوها لي. انت عمرك 10 سنين؟ 11. انت عمرك 11 وعنده 3 سنين. 3 سنين وثلاث سنين ليسونس انتربرونيريا عندك انت. هارون عمره 11 سنين. هارون ثلث عام انتربرونيريا، معناتها انا بدي جي كومونسي ما بوات جي با في دونتربرونيريا اي جي exercé et j'ai appris sur le tas avec tout, toutes les leçons li ardouk. Donc Haroun tout simplement il rajar alham la haqiqa manata nchouf fih deja mnich msaddq nara'ch tout mais nahki ma'a kayni nahki ma'a wahed fahem mashrou'o fahem ch qa'd ya'mel w hadhiya indicateur li belhaq ana mustaad sahah fi ay haja najem nthanna lik. Haroun l'iktishaf kbir bnisba li khater nchouf fi entrepreneur بالإكسبرينس، معناها يقول لك 3 سنين نخدم في حاجات من نوع هذايا وهو عمره توا 11 سنة. فرحت برشا خاطر سي ان اكزامبل هو للعباد اللي في عمره
مزيدا للي بارون اللي شجعوا على بكري صغارهم باش يكتشفوا الغرام تاعهم. تبارك الله لو كاريزم معناها اللي عنده هارون معناتها سي كليغ كو إلا إيتي كوتشي و سي كليغ كو فما حاجة معناتها من عند ربي عنده إلا أن دون كومون بريزونتي لا شوز et comment couvrir tous les aspects de le projet نتاعك. ولينا نتهضروا نتعرفوا عليه معناتها شكون باش يحاول يل كوتش ياخذو كوم مونتور. باش نسالك انت متاكد ان البروجي هذا ما فماش منه في العالم؟ عملت دي ريشيرش فما روبو صغير على الاخر مره برك جربوه في كل برا ومن بعد ما عاودوش جربوه ما وصلش. سي ان روبو سي ان بروجي انيكزيستون دايور ثبتنا والحق بالحق لو بروجي اللي انيكزيستون بون سيغتينمون خامو فيه اما كيما نقولوا ايدياز ار تشيب اما اكزيكيوشن ار برايسليس. انت توا هارون احنا باش نسالوك نقول لك انا شكون ولطفي يقول لك شكون شنو الباك جراوند نتاعو وانيس يقول لك شكون ونحبوك تختار فينا شكون لاسوسيي. لا 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 كلنا باش نعاونوك. انا هارون على بعضنا انا قلت لي باش تتلها بهارون قلت لي هكا ولا لا؟ لطفي حاب يفكوا ولا هارون انا استبنيته ناتوريلمون لانه كل واحد يقدم مشروع ما عنديش مشكله اما نقسموه لكلنا ونعاونوه لكلنا ان شاء الله. برجوليه الفوكيلا هارون ايش اقول لك شنو دبر لك اوتيل انا عندي الوقت انا خمسه وتلا عندي برشا وقت ليك هارون. باغ كونتخ لهنا ذولي حتى اترافيغ هارون نحب يفو سالوي ديجا كيقول راهو حبيت لي باش نتعلم هذا كل ولازمني ماتريال ونوصل نعمل بروتوتيب ونتعلم لازمتني 5000 دينار. شوف ديجا لي بارون اللي حاطين اللازم باش هارون يتعلم اللي حاجته بيه الكل. شوف الكوتشينغ اللي عملوه في غران دونتربرونور على امتداد 3 سنين بحق حاجه كيفو سالوي حاجه تعمل 66 كيف. وشوف 5000 دينار في البيدجي نتاع دوله يولي حكايه فارغه كان تشوف يخرجوا دي بروفيل من نوعيه هذه اللي نجموا بالحق ايماجين حاجات كبار ويوصلوا بهم بالحق يبدلوا معناها لو غاسبياج نتاع سي ان بروبليم كبير ياسر. تقول كيفاش واحد الى ايدونتيتي لو خلي وراهم معناتها اون بارل دو قداش قلت لنا في فلوس ضايعه كل عام 2.924 تريليار دينار. نحيو نديون نتاعنا هذا برشا ازيد سي هارون منين تتخيل باش تصنع روبو بتاي هذيك باش يكون اكبر ولا اصغر؟ لا اكبر معناها باش يكون النيفو نتاعو معناها يوصل فوق الطاوله باش نجم الكاميرات ديتكتي شنو فما في وسط الطاوله. وعلاش تحب 10 كهو روبوات تبيع؟ علاش مش لا انا معناها عطيت رقم معناها قلت نحاول في 3 سنين قدام نحاول اني نبيع دي روبو. فهمت وسيم؟ نحاول معناها في 3 سنين باش نحاولوا نعملوا 3 روبوات مع في المستقبل نحاول اني نخرج دي روبو لبرا. ممكن تخرج الروبو الاولاني وتستيه وينجح تولي تنجم تصنع برشا روبوات اون سيري وكان العباد يخلصوك باش ياخذوه نجم تبيع اكثر برشا لشين كامله نتاع صناعه الروبوات تولي معاش بيديك انت تصنعهم تولي نجم تصنع اكثر ونتصور كان الوتلة مقتنعين نجم تبيع اكثر. وعلى كل امونت بي عندي الحق في 1%. فاهم شكون الكليون نتاعو يلوج على وتل طلب انه راهو يحب ان كونتاكت نتاع اوتيل وان شاء الله اترافيغ ليميسيون يلقى الكونتاكت هذايا وبالطبيعه الديمارش طويله لقدام لازم يكمل يتعلم الاثنيه طويله قدامه لكن وين هو بدا وفي العمر نتاعو وبالخبره والعباد اللي تنصح فيه متاكد انه باش يكون انتربرونور طياره وانه ينجم بالحق يبدل ويحل المشاكل الموجوده عنده. وشكون باش يكون فرحان به البروجي هذا؟ تو المواطن باش يطلع له خطيه مشكله. حد ما قال له بذر. حد ما قال له بذر. روتور ممتاز. هو انا نشوف يا هارون اللي المشروع نتاعك الروبو بيدو كي يتحط في ليزوتيل هو بحد ذاته توعيه للناس. معناها العبد اليوم كي يشوف الروبو نتاعك ديجا من قبل ما يستعمله يعرف اللي هو ما يلزموش يبذر. دونك تو الفكره موجوده ما يخدم تو تنجم تخدمه لي كان نقول لك خدمه لي تو تنجم يخدم هذا اي بون فما مشكله صغيره نتاع بلوتوث ساعات معناها يكون فما برشا ضغط نتاع بلوتوث دونك ما يكونكتش بال يخدم معناها يخدم سي ظروف المباشر وكان حاجتك كوميرسيال راه انا موجود مع هارون بلوتيل هاك لقيت شكون يضرب عليك بالكبير هارون نحكيو من بعد شكرا يعطيك الصحة. عايشك. بريزونتاسيون
احنا في الاول بكل خوفنا، قلنا اصغر واحد تلقاه هكا يا اخي شديت لنا صحيح وحطيت يدك على الطاوله وما سيبتناش حتى احترم الوقت يذهل، احترم الوقت، احترم الوقت. لا لا, لا عمل احنا زدنا احنا. يعطيك الصحه، ميرسي بوكو. عايشك. شنو رايكم في جريد لاش نتاع الحلقه الاولى نتاعنا؟ حسيتكم ترهوشتوا لي مون؟ انا دخت شويه. لو ميور سيتي بور لا فان. هذا ديليبراسيون. عايشك عايشك. ما تبداش من غير ما نعملو، من غير ما نعملو الانفلونس. ما هو رايي انا بصراحه حاجه تعمل 66 كيلو. برافو. معناها انا نحب كل واحد في عمره ولا اكبر ولا اصغر يقول شنو هي نجم نعمل باش نكون عندي افكار كبيرة هكا. يقول راهو الغاسبياج نتاع الماكله مش بروبليم صغير، اما يقول انا عمري 11 سنه ونجم نبدل شيء هذا وهاو كيفاش، ويتعلم في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا نتاع المستقبل والروبوتيك هذا هو ليكزامبل نتاع ذول ليميسيون بيدها. ولاد غدوه هذو، مولاد غدوه هذو، هما اولاد غدوه اكزاكتومون. ان توكا نتصور حتى صعيب بور ترونشي ديليبراسيون نتاعكم باش تكون الحقيقه صعيبه الحق، خاطر لي بروجي ثلاثه اليوم يحكيوا على غدوه تري لو دوغري دينوفاسيون كبير برشا فيهم. اي ما نعرفوش لي نوت كيفاش باش نعطيو الدواء. باهي الفكره ما هي موجوده، لكن هو زيد فيها لا بويسونس دو لا تكنولوجي. تو مثلا كي تمشي للريستوران جابوني تو ولاو اوبن، عندك الحق تاخذ تكمندي اللي تحب، اما اللي ما تاكلوش تخلصوا. تخلصوا زيادة على المدير. دونك اوترمون موجودة بالعقاب هذا. مازلنا في البدو، مازلنا في الحلقة الأولى، مازالوا لي كونديدا، مازالوا لي تشالنج. لا لا هارون دونك ما فهمتش نوت هو، أما مازلنا باش نشوفوا دوتخ بروجي. هذه حلقة الأولى، مازلوا حلقات أخرين. المشكلة نتاع كيفاش باش نقارنوا ما بيناتهم صعيبة. هذيك مهمتكم، هذيك هو مهمتكم. دونك يلزمكم تعرفوا كيفاش باش تختاروا لو بون بروجي، باش تختاروا لا غرين دو لا سيزون. بيان سور بوكو دو بروجي، برشا دي زاكتور باش يكونوا موجودين، برشا دي دومين داكتيفيتي. كان كيما اليوم شفنا معناتها في الارتستيك، شفنا في بالنسبة لحاجات عندها علاقة بالكاسبياج اليمونتيغ، شفنا زاد بروجي بيلال حكيته مع الفليجة. دونك جو بونس اللي هذه الحلقه الاولى، اما مازالوا حلقات اخرين ومازالوا لي ممبر دو جوري بيان سور باش يكونوا موجودين بحضنا. دونك ساره انت انفيتي جيست، فرحانين برشا موجوده معنا. ميرسي بوكو، سيتي فريمون ان بليزير. ودونك ان شاء الله اون سوفوا في حلقات جايين. انتم زاد الناس اللي تبعوا فينا على نسمه جديده، خليكم ديما تبعوا لو رونديفو. هذم اولاد غدوه، هذم حكايه غدوه، هذم وليداتنا اللي يحلموا بتونس اخرى، تونس نتاع غدوه.